طيب انت قلت لي ان كابتن خالد كلم بابا وقال له انه احنا عايزين حبيبه وكده. طيب بابا كان مرحب والاسره كانت مرحبه ولا قال لك بقى نادي الصيد جدا؟ طبعا يعني بابا اهلاوي ولا ايه؟ ولا مش بتفرقش مع الرياضه يعني لا هو بتفرق مع الرياضه قوي بس يعني لو بابا زملكاوي عادي، ايه المشكله لو هو حد زملكاوي؟ لا عادي جدا ما فيش اي مشكله بالعكس. هيقتلني بس لا ليه لا طبعا لا احنا انا عايز اقول لك ان هو طب انا جالي ضيوف كتير جدا بس هو طبعا النادي الاهلي بالنسبه له حاجه تانية يعني. بصي ان انت بتشجع ايه وما بتشجعش ايه، ولكن انت في الاول والاخر بتتمنى لاولادك الافضل. طبعا اتكلم بكل امانه دي ما فيهاش كلام يعني، وكمان هو رحب وانت رحتي ودي حاجه ودي حاجه بالظبط. انضميت للنادي الاهلي، نادي الصيد ساعدك ولا قالوا لك لا مش هتمشي ولا اتكلموا معاك ازاي؟ لا بصراحه ساعدوني عشان هم عارفين ان يعني احنا السيزون اللي فات ما كانش احسن حاجه. صحيح كان اللي قبليه كان احسن. ولاعيبه كتير مشيوا من النادي، فكان خلاص يعني ما فيش حاجه اقدر اديها اكتر من كده في النادي يعني. فهم بالعكس كانوا يعني سبورتيف جدا للموضوع وعادي اتكلموا معايا وكنا تمام يعني. يعني احنا جالنا زينه العالمي وندى حمدي بالظبط، وانت ثالثهم اللي جيتي. أيوة. يعني ندى جت في نص الموسم. بالظبط انت جيتي بعد الموسم ما انتهى يعني الثلاثي من نادي الصيد، وده برضو حاجه كويسه الحي عليها اداره نادي الصيد الصراحه، انه ما بيقفش امام يعني رغبه اللاعب او اللاعبه. ودي حاجه كويسه، وده اللي بقوله يعني لما كنت بقول في الانترو اللي فات على احمد رفعت رحمه الله عليه، انه ما تقهرش يعني رغبه اللاعب. ايوه دي في الاول والاخر رياضه، انا عايز العب هنا ومش عايز العب هنا. بدل ما تقهر اللاعب وما تخلوش يلعب، وفر له مناخ يبقى حابب يلعب معاك. لو مش عايز خلاص جو اهيد وروح. أيوة المكان اللي انت عايزه، لان كمان مش عارف العب في حته انا خلاص مش قادره اديها حاجه تانية. صحيح. طيب انت في النادي الاهلي عارفه طبعا غير نادي الصيد الوضع، نادي الصيد انت كنت بتلعبي طبعا. أيوة. فول تايم بتلعبي طول الاشواط موجوده في الملعب، عندي خبرات كبيره. النهارده انت جاي النادي الاهلي معاكي ليبرو كمان ندى وليد. طبعا ما شاء الله انتوا الاثنين زي بعض ويعني ممتازين جدا ما شاء الله. فده ممكن يعني بيمثل لبعض اللاعبات واللاعبين بعض الضغوط، ان انا جاي مع النادي الاهلي وفي عدد وفي وفره. ممكن طبعا هي تشالنج كبيره جدا يعني. انت يعني جاهزه لحاجه زي كده؟ يعني انا كمان بوبي بقول لك بيحب الرياضه قوي جدا، وبيهتم بكل الرياضات مش بالفولي بس. نعم. فهو وكمان هو عنده خبره قوي في الرياضات وبيعرف يتكلم معايا، وهو الوحيد اللي بيعرف يوصل لي المعلومه الصح يعني. نعم. بس فطبعا جهزني نفسيا وقعد يتكلم معايا، وانا طبعا عارفه ان هي حاجه كبيره جدا ان انا اجي النادي الاهلي، وكمان بالذات ان في ندى ما شاء الله هي طبعا يعني في حته تانية بالنسبه لي. انتوا الاثنين ما شاء الله. ايوه طبعا، وهي معايا في المنتخب واحنا صحاب جدا يعني، فما فيش اي جميلة بس انا عارفه ان هي ان هو تشالنج كبير طبعا، ومجهزه نفسي نفسيا يعني. ان شاء الله انت قدها وقدود. طيب فرحه جمهور النادي الاهلي بيكي والسوشيال ميديا بقى وكتب، وقولي لي بقى كلميني عندي. لا دي حاجه ثانيه جدا بالنسبه لي. قولي لي يعني بقى ليه حاجه ثانيه؟ لا طبعا فرحت جدا لما كمان بفتح الكومنتس كل الناس سبورتيف جدا، وبحب انا اقرا الكومنتس طبعًا يعني طبعًا. واعرف راي الجمهور وكده. بس الحمد لله كلهم كانوا فرحانين يعني من الصفقه، مش ما حدش متضايق يعني. بس خلي بالك بقى يا حبيبه ايه انت في النادي الاهلي او عامه في اي نادي كبير هتلاقي دعم جامد جدا من الجماهير. بس مش عايزك تزعلي لو مثلا في ماتش يعني ما كناش متوفقين او الفرقه مش موفقه، فممكن كده. لا انا عارفه طبعا، بس يعني انا متابعه بقول لك. بالظبط، الله ينور عليك. فمش عايزين نكون عندنا تقبل. لعيبه نجوم. ايوه طبعا. ايهاب امين نجم كبير في كره السله، وحاجه ما حصلتش يوم ما بيتوفقش في ماتش الجمهور بينتقده، وده وضع طبيعي. ايوه طبعا. فالانتقاد طبعا دي صور من التوقيع ليكي يا حبيبه مع كابتن خالد العوضي. يا سيدي ماشي ماشي طبعا. الصور بقى بتاعت المركز الاعلامي وانتوا شايفين ده انت ماضيه وبصمه كمان يعني. ايوه ايوه. يعني انا جاي والله العظيم انا جاي. فطبعا دي صور ولحظات عمرك ما تنسيها، خلي بالك. ان شاء الله لحظات عمرك ما تنسيها، لان شرف كبير لاي لاعب انه يوقع للنادي الاهلي عقود انتقال ونادي كبير زي النادي الاهلي. فطبعا انت اكيد جاهزه للضغوط، واكيد جاهزه كمان انه ان شاء الله تبقى ليكي دور